يا اهلا وسهلا بستت امزكي وستت بوران، تفضلوا. لك بهالقامه وبهالعين يا حبيبه قلبي. بلم هلي حبيبه قلبي. شو وين عم عزام؟ بس ما تكون مشغوله. يو ليكون قلينا بوقت مناسب. لا يو بتشرفوا ايمت ما بدكم، بس هي كانت امبارح تعبانه شوي والله. يا على قامتي ان شاء الله خير سلامه قلبها. سلامتها لتكون مريضه. لا ان شاء الله اليوم بتكون تحسنت. يلا رح شفي لكم اياها عن اذنكم. يلا اذنك معك حبيبه قلبي. لك ليكون اجينا بوقت مو مناسب، كان لازم نعرف عن اخبارها قبل ما نجي. شلون بدنا نعرف اخبارها ونحن ما عم نزور حدا؟ شبيك هلا بنعرف وبنطمن عليها. طولي بالك هي صايره وصايره. يا مو ام زكي وام سليم اجوا لعنا، شو قول لهم؟ ايه يلا طالع لعندهم منهم. يا مو والله انا برايي تبقي بالسرير وبتحجج انك نايمه. لا يا مو ما لها حلوه، خليني اطلع لعندهم منهم بعدين والله من قلبي من قعده السرير، خليني احرك لي شي شوي. طيب يا مو مثل ما بدك، يلا رح اقول لهم انك جاري. جاهزين لنا القهوه؟ يا ميت اهلين وسهلين، نورتوني يا ميت. اهلين وسهلين يا حبيبتي. سلامتك سلامتك. الله يسلمك. سلامة قلبي. نورة بوجودك. ميت اهلين وسهلين، والله انبسطت بجيتكم. ميت اهلين. ان شاء الله بتضلي على طول مبسوطة. حبيبتي ليش ما خبرتينا انه انت مريضة؟ كنا ما اجينا الا لبعد ما تطيبي، بعدين انا عتبانة عليكي. ليش ما بعتي لي الخبر؟ كنت اجيت انا كشفت عليكي. والله حقك علي، بس والله صارت معي القصة فجأة. مسكني وجع بعيد عنكم، بخاصرتي صوت بالأرض وصوت بالسماء. يي سلامة قلبك إن شاء الله، الله لا يضرك. دخليك شو السبب ما عرفتي؟ بلا هي نفسها كريزة الرمل يلي إجتني عم نوّر، بس حركت علي لأنه كنت زعلانة على أبو عزام لما راح السرايا وما رجع. ها هيك لك. يلا الحمد لله اللي مضيت على خير، والحمد لله على رجعته بالسلامة كمان. الله يسلم قلبك يا حق، والله مبسوطة بجيتكم، خيرات الله، نورتوني. إن شاء الله على طول بتضلي مبسوطة يا حق. تفضلوا ميت أهلا وسهلا. تفضلي. لك الله يرضى عليكي، إلهي فرحني فيكي عن قريب بجاه الحبيب. تسلمي لي خالتي امسكي، تفضلي ست بورع. يسلم هالإيدين يا رب. تفضلي يا ماما. يسلموا إيديكي تقبريني. يلا عن إذنكم. إذنك معك. آه يا أم عزام على هديك الأيام كنت يا دوبني من بيت شقاع لبيت رقاع لبيت كمل الله فرحكم. كانوا الناس كلهم يطلبوني، بس هلأ تقبريني قال الطب تأدى لك، ما عاد حدا طلبني. لا غنى عنك أم زكي، إيه بكرة تشوفي بس يصير في ولادة بالحارة بتكوني أول وحدة. إيه والله حكي أم سليم صحيح 100%، بكرة بتشوفي. إيه إلهي ديم عزك يا أم عزام ويخلي لي إياكي أنت وبوران يا حق. يو تسلمي لي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قرب على الموت. هات قهوة يا عيدو. أحلى من القطر يا ترموس. أهلين يا عم يحيى، وهي قهوة سادك العادة. سلمون. صحتين وهنا. معلمي عاوزك بشغلة. خير عيدو شوفي. الوالد تعبان كثير من امبارح محاضرة الأمة بتمه، من بعد إذنك بدي أترك القهوة وروح جيب له الحكيمة. يا عمي ليش لا؟ ليش لا؟ هذا أبوك ولازم تدير بالك عليه. الزباين بيستنوا عمي. شاشة عليهم شوي وبعد يروح لعنده. كتر خيرك يا معلمي. تعال ايدو. مسيك، هاي مش هالحكيمة. ما في داعي معلمي، خيرك سابق. خود عمل لك، مسيك. مثل ما قلت لك، شاشة على الزباين وروح لعند ابوك. الله يديمك فوق راسي يا معلمي. الله يسلمك. الله يرحمك يا ابي. شو كنت كريم وطيب. ثلاث آلاف ذهبي
يا محمد هدول إذا حصلت على نصهم يعني 1500 دهبة ابغنا لولد ولدي، ساعتها ما رح سامح كل واحد أساني. والله واللي اسمه الله لرب الحارة ترباية غير شكل، والكل بده يقلي آمين. يا ميت أهلين وسهلين. تفضلي إياك. تسلميلي حبيبتي. بسم الله ما شاء الله خزيت العين. قلنا ما شاء الله خزيت العين. تفضلي. يزيد فضلك حبيبتي. بتعرفي والله يا أم عزام أنا كتير خجلانة منك. كان المفروض من أول ما أجينا على الحارة أجي وأتشكرك على المنيحة اللي عملتوها معنا. ما في بيناتنا مصابنا واحد يا أدرية خانو. ميت أهلين وسهلين يا أدرية. أدرية خانو. شو قلنا؟ أدرية خانو. خانو؟ ميت أهلين وسهلين يا أدرية خانو. ميت أهلين وسهلين. بالمأهل حبيبتي. عليك العافية. الله يعافيك يا حكيمة. يا حكيمة سعيد إن شاء الله. خير عيدو خير. أبي تعبان كثير مو طالع معه الحكي، من امبارح محاضرة لما بيت أمه. شو صاير معه؟ والله ما بعرف، بسرعة إن شاء الله. لحظة أخذ الشنطة. بسرعة الله يوفقك. خير يا رب. تفضل. شرفي. العتيب أنا طالعة على البيت بدي أخذ أمي على الحكيم، دير بالك على الإزازة بغيابي. على رأسي. واسمع شو بدي اقول لك كمان، إذا إجا حدا بده دواء، إياك تتصرف من عندك وتعطيه على كيفك. ها؟ لا تاكلي هم، الأزازي بأمانتي. طيب، أنا بكل الأحوال ما حأتأخر، بتوصيني بشي؟ الله ييسر لك. يلا بخاطرك. أنسي ليلى. خير. ديري بالك على حالك، لأني بخاف عليكي. يلا بخاطرك. الله معك. حبيبتي منقول الحمد لله، ألف الحمد لله. مصيبتنا أهون من مصيبة غيرنا. بكفي حبيبتي ما مات لنا حدا ولا تيتم لنا ولد. شو بدي أقول لك؟ رقع عمرنا كله ضاع. يعني انهدم بيتكم؟ بيتنا؟ قولي بيوتنا. بيتنا اللي قاعدين فيه انهدم، ومالكاتنا احترقوا، والبيوت التانيين مدري شو صار فيهم. يلا ستي الله بيعوضكم. بتعرفي كان عندي بيت اكبر من هذا البيت قده مرتين ومليان من جميعه مو ناقصه شيء. ما شاء الله الله يرحم هديك الايام. ما شاء الله. معلش طولي بالك كله بيتعوض. بيني وبينك نحن مخبين شويه مصاري ببيتنا بحارتنا، وإن شاء الله بكرة بس فتحوا الحارة بده يروح أبو نحلة ويجيب المصاري ونشتري بيت هون في هاي الحارة. شنو حبينا هاي الحارة كتير حبيناها. إيه ما بتقصروا، يعني لازم تستقروا لأنه شكل هالحرب مطولة، يعني الواحد ما بيعرف إمتى ممكن تخلص. هذا إذا خلصت. أي والله. بتعرفي أنتي بنت عز وأكابر يا أم عزام، اللي مثلي ومثلك ما بيقدروا يسكنوا بأي مكان. بصراحة حابة أطلب منك شغلة بس كتير خجلانة منك. اطلبي أدرية خانم. اطلبي. يعني اطلب؟ طبعا حبيبتي. احكي لنا مع جوزك أبو عزام بلكي بيغير لنا البيت اللي نحن قاعدين فيه. قلك شغلة وبتصدقي؟ ايه صدق حبيبتي صدق طبعا. قولي تقبريني. قولي. ابو عزام مسكنكم ببيت غالي وعزيز عليه كتير. هلا الخرابه قصدي البيت اللي مسكننا فيه ابو عزام كتير غالي عليه. ليش دخلك يا ستي؟ هذا البيت كان لجده لابو عزام. ايه؟ عمره تقريبا اكثر من 200 سنه، وأبو عزام لا بده يأجره ولا بده يبيعه. أيه. بس لما أنتوا أجيتوا وشافكن هيك ناس أكابر ولحد حافظوا عليه فسكنكم فيه.
ايوه ايه لا حقه حقه ابو عزام يكون البيت غالي كثير عليه. للامانه صار غالي علي انا كمان. قرب الترمز. لا شوف لي هاللفت. السلام عليكم. الله لا كان جاب الغلا. نعم ما قلت لك لا تجي لهون. شو في؟ لك ما بدك توصلوا للشر انت، شو اللي رجعك؟ جاي احكي معكم كلمتين وامشي. ما في كلام بيناتنا، اضوي عمي. يلا اضوي. بدي حجة البيت اللي ساكن فيه، وحجة أرض الجبة، وحجة بيت اللي ساكنه كمان أبو النار. لساتها معك. لا إذا هيك الحكي، شو رأيك إنه مالك شي عنا؟ وتفضل ورجينا أرضك تافه. سمعت شو قال لك؟ حمير حالك ودرمل من هون، مالك عنا شي، مالك عنا شي، لك بكفي الطمير اللي طلعت لك، هلا قد هيك؟ العمى ما بتشبع، لك ما عاد حنستحى بنوب، ولا بدك يعني يعطيك حجة؟